بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا مطلب الشفاء في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لمنزل الدنا ودائم ومنزل الشفاء والدواء الحمد لمنزل الدنا ودائم ومنزل الشفاء والدواء الحمد لمنزل الدنا Amen.
ربي ونسبي في عمد يوم سداد نسبي وجننا هنا وأنا Thank you.
عليه.